رسول الله قد سن الزواج لكثرة النسل فبادر يا أخ الإسلام واخطب ابنة الأصل يزين قدها دين كساها حلة الفضل وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حله فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، مرحبا بكم في الحلقة السابعة من برنامج الدورة التأهيلية للحياة الزوجية. كنا في الحلقة الماضية بدأنا حديثا مهما حول اختيار الزوجة، من هي المرأة التي ستكون زوجتك، من هي التي ستكون مصاحبة لك فيما بقي من عمرك الذي يزيد على عمرك الذي مضى. اختيار الزوجة اختيار مهم، ولعله أهم اختيار في حياتك على الإطلاق، لأن المرأة التي ستكون أماً لأولادك هي التي ستنشئ لك هؤلاء الأولاد، وأنت تعرف مستقبل أولادك من زوجتك هذه الذي ستختارها اليوم لتكون شريكة لحياتك ومعاونة لك في شؤون حياتك الدنيا. تحدثنا بأنك ينبغي أن تراعي في زوجتك أموراً عشرة، لا تتزوج إلا من ملكت هذه العشرة، وهذه العشرة تملكها بنسب معينة، لا يشترط أن تملكها 100%، لكن تملك منها القسط الكبير. خمسة من الصفات تحدثنا عنها في الحلقة الماضية، واليوم نتابع الخمس صفات الأخرى. تحدثنا أنه ينبغي أن تأخذ امرأة تحلت بصفة الإسلام والصلاح والوعي والحياء والطاعة. اليوم الوصف السادس، الجمال. لابد أن تكون زوجتك جميلة، لكن بشروط ثلاثة. وقبل الدخول بهذه الشروط أقول لكم شيئا أيها الإخوة، أيتها الأخوات، الجمال أمر نسبي، ما يراه إنسان فينا جميلا يراه الآخر غير جميل، لا يوجد معايير ثابتة للجمال. يعني لا يقال إن المرأة البيضاء جميلة، إن المرأة الشقراء جميلة، إن المرأة ذات العيون الخضراء أو الزرقاء أو البني جميلة، معيار الجمال مختلف، لذلك ما يراه بعضنا جميلا يراه الآخر غير جميل. وهنا أمر مهم، المهم في الأمر أن الأمهات أحيانا يذهبن لخطبة بنات لأولادهن الشباب، الأم ترى أن هذه الفتاة جميلة جدا، يذهب الابن ليرى هذه الفتاة فلا تعجبه، هذا أمر حق، لأن ما تراه الأم جميلا ربما لا يراه الابن جميلا. لذلك أنا أنصح كل أم تشاهدنا الآن أو تسمعنا أو تسمع حديثنا أن لا تختار هي بنفسها الفتاة لابنها من حيث المظهر، تشاركه هي في المسألة، تدارسه في المسألة، لكن دعي اختيار الفتاة بشكلها خاصة لابنك، لأنه هو الذي سيتزوج، وما ترينه أنت جميلا ربما هو لا يراه جميلا. والمهم في الجمال أن يسر الرجل بمنظر زوجته، أن يرتاح الرجل بمنظر زوجته، فإذا ارتحت، فإذا سررت، فإذا رضيت بهذا المنظر، فهذه امرأة جميلة بالنسبة لك.
المرأة ابحث فيها عن الجمال بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون جمالها لبيتها وليس للطريق وليس للشارع وليس للرجال الغرباء. وعجب من فتيات، من زوجات، من نساء يتزينن ويتطيبن إذا خرجن من بيوتهن، حتى إذا عدنا إلى بيوتهن وجلسنا في البيوت رأى أزواجهن منهن كل قبيح. المرأة الجميلة جميلة لكن داخل بيتها، جميلة لزوجها. ذكروا أن رجلا عرضوا عليه فتيات باهرات الجمال، ولعلهن كن من ملكات الجمال في العالم، عرضوا هؤلاء البنات عليه ليختار زوجة. نظر إليهن ثم نظر ببصره نحو قمة جبل شاهق فوقه يوجد امرأة، قال سأختار أنا المرأة تلك. قالوا لما؟ قال لأنها صعبة المنال بعيدة عن الأنظار. يليق بك امرأة جميلة لكن صعبة المنال وبعيدة عن الأنظار، أما أن تكون زوجتك اشتراكية لكل الرجال فلا تصلح لك هذه المرأة. الجميلة يشترط فيها أن يكون جمالها لبيتها، جمالها لزوجها. والجميلة يشترط فيها أيضا أن لا تكون مفتونة بجمالها، مغرورة بجمالها، لا تصدق نفسها بجمالها ورفعتها. كلما رفعت يدا عن يد قالت لك كان هناك 100 رجل يريدني لكنني تنازلت وقبلت بك. كلما تحركت حركة تقول لو تعلم كم رجل خطبني لكنني رضيت بك، شو بدي أعمل، هيك نصيبي. المفتونة بجمالها تزعجك جدا، لتكن متواضعة. وأنت يا أيتها الأخت إذا كنت جميلة هذا أمر لم تقدريه أنت، هذا الله أعطاك إياه وليس لك فيه منة، احمد الله تعالى وكوني متواضعة لزوجك. فالرجل لا يحب المرأة المتكبرة. ذكروا وهذا من الطرف أن رجلا أعمى تزوج امرأة فكانت تستغل عماه، تقول له بين الفينة والأخرى، تقول لو كنت أنت بصيرا ورأيت جمال عيني، لو كنت بصيرا ورأيت سحر مبسمي، لو كنت أنت بصيرا ورأيت تورد خدي، لو كنت بصيرا ورأيت طولي، في كل مرة. وكلما تحركت كانت تهدده وتبكته بهذا الجمال. غير أنه ضجر ذات يوم قال دعينا منك يا امرأة، لو كنت جميلة كما تصفين لما تركك المبصرون لأعمى مثلي. المرأة الجميلة جميلة على ألا تكون مفتونة بجمالها. خذ امرأة جميلة بشروط ثلاثة: أن يكون الجمال لبيتها ولزوجها، أن لا تكون مفتونة بجمالها، ثلاثة أن يكون جمالها محاوطا بدينها، أن يكون الدين هو الذي يحمي هذا الجمال، لأن جمالا بغير دين هو الطامة الكبرى، لأن جمالا بغير دين يجعلك تموت كمدا، لأن جمالا بغير دين، بغير صلاح، بغير خوف من الله، تخرج من بيتك أنت الآن ولست مطمئنا هل ظهرك محمي أو ليس محميا. وأصعب شيء على الرجل أن لا يطمئن على أهل بيته، أن يأتيه وسواس كبير على أهل بيته لا يستطيع أن يمارس حياته بشكل طبيعي أبدا. الدين إذا حاوط الجمال فهذا شيء حسن، فإذا غاب الدين عن الجمال فهذه قارعة يصاب بها الرجل. الصفة السادسة في المرأة أن تكون جميلة. نظموا قصيدة شعرية أحب أن أقرأها عليكم، متعلقة بالجمال لكن خلا عن الدين. وقد جاء في الأثر إياكم وخضراء الدمن. قالوا وما خضراء الدمن؟ قال هي المرأة الحسناء في المنبت السوء. برق من العشق لم تسبقه أجراس، أضاء لما خبى في القلب نبراس. سر سرى كيف لم يدرك حقيقته، إلا وقد دار نشوانا بها الراس.
خضراء في دربه ألقت حبائلها، وفوقها الورد والريحان أكداس، فتى على مثله تبكي العيون دما من معدن الطيب حيث الناس أجناس، صخر تهاوى على أقدام فتنتها، جذع ترنح أنغاصت به ألفاس، تزوجا فإذا الأيام كالحة، والآن قد كبرت في البيت أغراس، صبيتان بعمر الزهر ويحهما، يا لطف ربك والتيار دعاس، صبيتان على منوال أمهما، للصوت كسر وللأجفان إنعاس، لعوبتان تثيران القلوب هوى، شهيتا مبسم والقد مياس، مناكب سطعت في الشمس ثائرة، صدر حسير تلالى فوقه الماس، ناد ورقص لقاءات ومنتزه مع الشباب، وكل الصيف أعراس، لكنما الأب يا مسكين أي أب، في عرضه الصحب والأغراب قد جاس، الآن تندم والظهر انحنى كبرا، وما تبقى لأجل القرع أضراس، حل الذي حل والأمر انقضى ومضى، فما عليك إذا رمت الردى باس، من يذكر المصطفى يذكر نصيحته، تخير العرق إن العرق دساس. المرأة الجميلة جميلة بشروط ثلاثة: أن يكون الجمال لبيتها، أن لا تكون مفتونة بجمالها، أن يكون جمالها محوطا بدينها. نتابع صفات المرأة التي ينبغي عليك أن تختارها بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله، مرحبا بكم بعد هذا الفاصل في الحلقة السابعة من الدورة التأهيلية للحياة الزوجية. نتحدث عن اختيار الزوجة، وتكلمنا قبل الفاصل عن الوصف السابع الذي ينبغي أن تتحلى به زوجتك، أو هو الوصف السادس: الجمال بشروطه الثلاثة. الآن الوصف السابع: ابحث في زوجتك عن الحسب، والمراد بالحسب شرف الآباء والأجداد، أن تكون من أسرة متماسكة مترابطة، معروفة بالصلاح، معروفة بالمكانة الاجتماعية اللائقة بمثلك، معروفة بأنها ترعى الأولاد وترعى الأزواج وترعى الإخوة وترعى الأخوات وترعى العم وترعى العمات. عندما تتزوج اسأل: ماذا يعمل إخوة زوجتك؟ ما هي علاقاتهم الاجتماعية؟ ماذا تعمل أخوات زوجتك؟ عمومها، أجدادها؟ لأن العرق يسقى بماء من هذه الجذور، فشرف الآباء والأجداد يعينك على زواجك السليم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تخيروا لنطفكم، فإن النساء يلدن أشباه إخوانهن وأخواتهن. والمثل الدارج يقول: تلتين الولد لخاله. انظر في إخوتها الشباب، ما قيمهم، ما مبادئهم، ما حياتهم، ولا يغرنك أنك أحببت شكلها أو سررت بمنظرها أو لان أو لنت لمعسول كلامها، هذا شيء جيد، لكن ابحث أيضا عن شرف الآباء والأجداد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. ليس الناس سواء، ليس الناس برتبة واحدة، هم في الإنسانية سواء، هم في الرتبة الإنسانية سواء، لكن المبادئ تختلف والقيم تختلف وتعاملات الحياة تختلف. الأسرة التي لا يوجد فيها طلاق أبدا، العائلة الكبيرة لا يوجد ولا امرأة مطلقة، في الغالب هذه أسرة ممتازة. الأسرة التي يشيع في أفرادها، في نسائها، الطلاقات الكثيرة، هذه أرى بأنها ليست صالحة لك. هذا بشكل عام، ولا بد لكل قاعدة من استثناءات، لكن الحسب أمر مطلوب في زوجتك، والمراد به شرف الآباء والأمهات والأجداد والجدات، والشرف بالتقوى وبالانضباط بالشريعة. الصفة الثامنة في زوجتك: النظافة. الرجل يريد امرأة نظيفة، امرأة ترعاه، ترعى ثيابه وترعى طعامه وترعى شبابه وترعى بناته
وترعى الأولاد من بعده. وتعجبون يا أيها الإخوة أنني كنت أراجع عيادة طبيب، فكنت أشاهد أولاده عنده في العيادة، كنت أظن أن هؤلاء الأولاد أولاد من الشارع يأوين إلى هذه العيادة لمنظرهم السيء جدا والمزري جدا. وفوجئت عندما قال لي في يوم من الأيام: هؤلاء أولادي. قلت: كم هي وسخة زوجته، الرجل يحب امرأة نظيفة ترعاه، كيف تعرف أن هذه الفتاة نظيفة أو غير نظيفة؟ من ثيابها، من دار أهلها، كانوا من قديم إذا ذهبوا للزواج أو للخطبة دخلت الأم، أم العريس، إلى الدار أو خالته أو عمته، يتفقدون خلف الوسائد وخلف التحف، هل يوجد غبار هنا؟ هل يوجد غبار هنا؟ هل يوجد غبار على الطاولة؟ ما أخبار كأس الماء الذي يقدم إلى العريس؟ قال لي أحد الإخوة بأنهم عندما قدموا له في يعني صينية القهوة الماء، قال: والله يا أستاذ أنا شممت في كأس الماء رائحة زفر وطعام. قلت: أرى أنه لا تصلح لك هذه الفتاة، إذا كان كأس الماء الذي أدخل للخاطب في يوم خطبته متسخا، فما بالك بباقي الكؤوس وبباقي الأكواب التي ستوزع عليه في حياته. انظر إلى دارها، انظر إلى ثيابها، انظر إلى أهلها، انظر إلى أخوها، انظر إلى أخيها، انظر إلى من حولك في تلك الدار، ستعرف نظافتها. والنظافة أمر مطلوب، والإسلام لو فتحت أي كتاب للفقه لرأيت أول بحث فيه بحث الطهارة، والطهارة تعني في اللغة النظافة. الوصف التاسع في زوجتك: ألا تكون قرابة قريبة، يعني لا تكون ابنة عمك الملاصقة ولا ابنة خالك أو خالتك الملاصقة، هذا أمر بشكل عام هو أفضل. السبب فيه أن هناك بعض الأمراض الوراثية يحملها الرجل في جسمه وليست موجودة في حياته، وتحملها الفتاة، فإذا التقيا وتزوجا ربما جاء الأولاد يحملون هذا المرض. جاء في بعض الآثار: اغتربوا لا تضووا، يعني ابحث عن امرأة غريبة ليست قرابة قريبة حتى لا يأتي الولد ضاويا، يعني ضعيفا. ثم هناك بعض العائلات إذا تزوج شاب ابنة عمه وحصل بينهما لا سمح الله شقاق أو فراق، تجد أن العائلتين قد تفرقتا عن بعضهما البعض. فالأفضل بشكل عام لابد لا شك بأن هناك رجل يتزوج ابنة عمه وتكون هذه ابنة العم من خيرة النساء، أو يتزوج ابنة خالتي وتكون من خيرة النساء ولا يحدث شيء بينهما. لكن الأفضل إذا كان الأمر بيدك أن تكون المرأة بعيدة، فإذا كانت القريبة تحمل صفات حسنة أو حسنة فلا بأس بهذه المرأة. بقيت نقطة أخيرة ومهمة، تحدثت معكم عن 9 صفات في زوجتك، لكن الآن ماذا عن الحب؟ هل يشترط في المرأة التي سأتزوجها أن أحبها؟ أو أن تحبني؟ أو أن نقيم قبل الزواج علاقات حب أنا وهي؟ الجواب لا، لا يشترط أن تحبها ولا أن تحبك قبل الزواج. وسيأتيكم الخبر، جامعة القاهرة أجرت دراسة ميدانية عن زواج الحب، ما يسمونه شباب وفتيات أحبوا بعضهم ثم تزوجوا، بعضهم أحبوا بعضهم لمدة سنة أو سنتين أو 3 أو 4 أو 5 ثم حصل الزواج. الدراسة خرجت بنتيجة 88% من حالات زواج الحب انتهت بالطلاق، بالمقابل 70% من حالات الزواج بين قوسين التقليدي، يعني كما تزوج أبي وأبوك وجدي وجدك كما تزوجوا، 70% من حالات الزواج التقليدي كانت ناجحة. يعني الزواج التقليدي 6 أضعاف ناجح من هذا الذي يسمى زواج الحب. ثم أخبروني يا أيها الشباب، كيف سيحب شاب فتاة وما لقيها بشكل عفيف ونقي إلا في مجلس أو مجلسين في دار أبيها؟ كيف؟ الحب يأتي بعد الزواج. أخبركم
أن أحد الإخوة حدثني جده له من العمر 70 سنة، وجدته في 60 أو 61 أو 62، ماتت الجدة. قال لي بأن جدي تعب تعبا شديدا من موت زوجته، وكان كلما جاءه من يكون قريبا منه ويعزيه يبكي هذا الجد ويقول: لقد ذهبت تلك الحنون التي كانت ترعاني وترعاكم. هذا هو الحب، الحب هو الذي يولد عفاف وطهر وأسرة صالحة، وليس الحب هو الذي يدار في قاعات حمراء أو يصرخ به في بعض الأشرطة وفي بعض المواقف التي لا يرضاها لا شريف ولا عاقل. ثم اقرأوا معي قول الله تعالى، لكن دققوا إذا سمحتم في الكلمات. قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. انتبهوا إلى تتابع الكلمات. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الآية تقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، أنت تتزوج أولا لتسكنوا إليها ثم تشعر بالسكن مع زوجتك، ثم وجعل بينكم مودة ورحمة. إذن المودة والحب والرحمة يأتي بعد الزواج وليس آتيان قبل الزواج. ما قبل الزواج ليس حبا، وإنما هو تغريرا أو هو تغرير بشاب أو تغرير بفتاة. ثم راقبوا كلمة وجعل. وجعل المحبة جعلية، يعني أمر يجعله الله في قلوب الأزواج لزوجاتهم وفي قلوب الزوجات لأزواجهن. المحبة جعلية وليست المحبة أمرا يدار في أماكن لا ترضي الله تعالى. زواج الحب 88% كانت حالاته فاشلة غير صحيحة، سقطت دمرت. أين الحب المزعوم؟ الزواج بين قوسين التقليدي 70% كان ناجحا. ثم هناك فرق كبير بين الحب والمودة. الآية تقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، ولم يقل حبا ورحمة. ما الفرق بين الحب والمودة؟ الحب عاطفة قلبية، المودة سلوك عملي. ما الفائدة إذا كنت تحبني لكن لا تراعي حقوقي؟ إذا كنت أحبك لكن لا أعتني بك؟ ما الفائدة من زوجة تحب زوجها لكنها لا تتحمل مسؤولية البيت ولا الأولاد؟ ما فيش سلوك، في عاطفة فقط. ما الفائدة من زوج يقول لزوجته إنه يحبها ويحبها ويحبها لكنه إذا غضب ضربها؟ أي حب هذا؟ نحن نريد المودة. قال الله تعالى: وجعل بينكم مودة. ثم الآية تقول: ورحمة. هناك الحق بعض الأزواج يعيشون مع بعضهم 20، 30، 40، 50 سنة من غير حب، لكن هناك رحمة. يقول: أنا سأرحمها هذه المرأة، هذه المرأة تعتني بي، تعتني بأولادي، تعتني بأسرتي، وما عليه أن أرعاها. وتقول هي: هذا الزوج يعتني بي ويعتني بأولادي وما علي أن أرعاه. يا أيها الإخوة، يا أيتها الأخوات، هذه 10 صفات في الزوجة. اختيار الزوجة أمر مهم جدا. إياك أن يغرر بك بكلمة أو نظرة أو ابتسامة. انتبه إلى هذه 10: الإسلام والصلاح والوعي والحياء والطاعة والجمال والحسب والنظافة وألا تكون قريبة. ثم الحب يزرعه الله تعالى في قلبك وقلب عروسك إذا اتقيتم الله تعالى. نلقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة من حلقات الدورة التأهيلية للحياة الزوجية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسول الله قد سن الزواج لكثرة النسل، فبادر يا أخ الإسلام واخطب ابنة الأصل. يزين قدها دين كساها
حلة الفضل وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول. فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حلي، فتاة قلبها سكان يضم